معانا تلاجة كريازي شغالة سيرمو تيجدال طبعا، او حتى كارتة. ازاي نحولها من سيرمو تيجدال لكارتة؟ اول حاجة هنفك معانا الجزء ده علشان طبعا نطلع على السيرمو تيجدال. لو كارتة برضو هنفك الجزء ده علشان نغير ثرموستات. احنا هنركب ثرموستات هوائي عادي بدل سيرمو تيجدال او لو حتى كارتة، وهنحولها طبعا لدايره ياباني، ودي افضل. في ناس بتحب الدايره الياباني او دايره امريكي، احنا هنشتغل بالدايره الياباني النهارده. وهنركب ثرموستات وتايمر بدل الكارتة او بدل السيرمو ديجيتال. هنفك الجزء ده وبعدين نخرج منها السيرمو ديجيتال اللي موجود، وهنركب ثرموستات، وبعدين هنوصل الدايره كلها مع بعض على التايمر، عشان دي بتعمل طبعا مشكله. كارتة بتبوظ او السيرمو ديجيتال بيبوظ، فبتكون تلج وبتعمل مشاكل كتير، وطبعا الحساس بتاعها وحاجات غاليه، فبنريح بالنا خالص خصوصا التلاجات اللي من غير شاشه، ونغير بنحولها لتايمر. ازاي بنحولها لتايمر وعملي وكل حاجه خطوه بخطوه هنعملها مع بعض. احنا الاول هنفك كل المسامير بتاع الجزء ده. طبعا الجزء ده بيكون معاه الدمبر ومعاه السيرمو ديجيتال. هنخلي الدمبر زي ما هو وهنتاكد منه، هنختبره برضه، وكمان هنغير السيرمو ديجيتال ونحط ثرموستات، وبعدين نحول التايمر معانا. هنفك الجزء ده ونجيب ثرموستات هوائي كده. نفك السيرمو ديجيتال ده موجود معانا. طبعا لما ما نلاقيش كارتة ورا بنلاقي السيرمو ديجيتال ده، هو ده اللي بيشغل السخانات، هو ده اللي بيفصل التلاجة ويشغلها. طبعا متوصل بيه الحساسات اللي هنشوفها دلوقتي مع بعض. ادي شلناه اهوت، ده بيكون شكله، وهنبدله طبعا ونغيره. هنبدا نيجي عند الحساسات. ده حساس اللي احنا بنفكه، حساس الفصل والتشغيل، والحساس الثاني حساس المبخر اللي هو بيشغل السخانات بديل السيرمو ديسك، وده السيرمو فيوز العادي. طبعا هنشيله برده علشان احنا هنشغل دايره ياباني. لو هنشغل دايره امريكا هنسيبه، لكن احنا هنشغل دايره ياباني، وهنبدله برده السيرمو ديسك بتاع الموديسك والفيوز بتاع التلاجة توشيبا. كده نبدأ نشيل الصلصال علشان نشيل طبعا كل الحاجات اللي احنا مش عايزينها. احنا شيلنا سيرمو ديجيتال مش عايزينه لان هنبدله، وهنشيل الحساسين، وهنشيل السيرمو ديسك، السيرمو فيوز هنشيله كمان. هنخلي بس السخانات هي اللي احنا هنشتغل بيها، دي مش هنغيرها. وطبعا هنضيف تايمر بدل السيرمو ديجيتال. ادي الحساسات بتاع الفصل والتشغيل وبتاع السخان. نفك الجزء ده علشان طبعا يوسع لنا، لان احنا هنحتاج نشتغل من هنا في توصيل السلوك وتوصيل الثرموستات. بس بنشيل القديم الاول كده، شلناه، نبدا نفكه خالص معانا، نخرجه بره. ادي الحساسات، وادي السيرمو ديجيتال، خلاص نركنهم على جنب، وادي السيرمو فيوز. طبعا اول حاجه بنعملها نقيس اللمبه، طبعا طرفين اللمبه نتاكد ان اللي هم الطرفين بيكونوا البني، ونتاكد بينهم طبعا ان هم موصلين، وكمان نتاكد من مفتاح الباب ونعرف كل لون جاي ايه. مفتاح الباب الازرق والابيض، بنعزل خالص الجزء ده علشان نقدر نوصل او نشيل طبعا الجاك ده كمان مش هنحتاجه، ونعرف السلوك بتاعتنا. اهم حاجه نحدد سلوك اللمبه ونحدد سلوك المفتاح، لان هتبقى معانا طبعا في الدايره الكهربائيه هتبقى كلها جديده بالكامل، او هتكون ضفيره جديده بالكامل، ونقدر نختبر. ادي الثرموستات جبناه، الثرموستات طبعا لازم يكون هوائي، البلب بتاعه طويل ويكون نوع كويس، ونحدد المكان بتاعه علشان وقت الزيرو بيفصل، لان ليه مكان محدد. طبعا ده اسيس براذر، ده افضل المنتجات اللي بنشتغل بيها، هوائي البلب طويل. هنعديه من مكان بوابه الهواء الجزء ده، ونخرجه من فوق. في ناس طبعا بتجيبه من ورا الثلاجه، بس في دي طريقه تانية ودي الافضل بالنسبه لي. عدينا الثرموستات، هنوصل السلكين بتوعه، وهنوصل السلك بتاع اللمبه
بعد ما ركبناه. ودي اول حاجة بنعملها. طبعا فيها شغل بيتعمل في الكابينة اللي هو بنعمله ده، وفي شغل بيتعمل فوق في الفريزر هنعمله مع بعض، وفي اخر حاجة اللي هو توصيل التايمر طبعا ده من خلف التلاجة. كده وصلناه، وصلنا الثرموستات بتاعنا، وصلنا اللمبة. هنبدأ خلاص، احنا خلصنا المكان ده. نبدأ بشريط اللحام، نظبط كل السلوك بتاعتنا دي، علشان طبعا هنأكد برضو من السلوك دي كلها قبل ما نكتبها. ادي السلكين بتاع الثرموستات خرجناهم، نبدأ نربط بقى ونرجع المكان دوت. احنا كده خلصناه، وهنبدأ في مكان تاني اللي هو المكان دوت، طرفين بتوع اللمبة، ونتأكد من طرفين المفتاح، وكمان توصيل الثرموستات. نيجي هنا بقى، ادي شلنا السيرمو فيوز القديم، نبدا نحط السيرمو ديسك والسيرمو فيوز اللي احنا هنركبه بتاعنا. ادي سيرمو ديسك والسيرمو فيوز بتوع توشيبا عادي. نبدا نربط السيرمو ديسك على المجمع بتاع المبخر، ونلزقه طبعا او نخليه ماسك جامد باستخدام سلكه او بافيز بلاستيك. والفيوز نقربه شويه وبسيط من السخان. يبقى السيرمو ديسك لازم يبقى ملامس للمجمع وثابت عليه ومكانه ما يتحركش بسهوله، وكمان السيرمو فيوز يبقى قريب من السخان، علشان السخان لو زاد عن حده السيرمو فيوز يفصله ما يحرقش الثلاجه. وكمان السيرمو ديسك لازم يكون قريب من مجمع الثلج او اكثر ماسوره يتجمع فيها ثلج، علشان السخان يشتغل فتره طويله يقدر يسيح الثلج بالكامل. كده وصلناه وبنربطه في مكانه. هيبقى كده معانا سلوك هنخرجها من الفتحه ديت علشان نجمعها كلها مع بعض. وده الجزء اللي هو ادي السيرمو فيوز بعد ما ركب، وادي السيرمو ديسك كمان بعد ما ركب معاه، وادي الثرموستات البلب بتاعه طبعا هنظبطه. التايمر او اطراف التايمر مع السلوك اللي خارجه من جوه مع 220 مع كل حاجه. طبعا خارج سلكين للسخان، وسلكين للسخان الكويل، وسخان الدرين او سخان الصرف، وسلكين سخان سلكين ثرمو ديسك، وسلكين ثرمو فيوز، وكمان سلكين مروحه، وسلكين اللمبه، وسلكين المفتاح بتاع اللمبه، والسلوك اللي جايه من الثرموستات، سلكين الثرموستات او ثلاث اطراف، وكمان سلكين ال 220، ومعانا ثلاث اطراف مع التايم. احنا عاملين اهو كتابه غير الرسمه. الثرموستات بيكون ليه طرفين، و 220 الخارج معانا اهو. اول حاجه 220 طرف، طرفين طبعا اهم جايين من تحت. هنوصل طرف ثلاثه مع التايمر، ادي طرف ثلاثه مع التايمر. يبقى سلك 220 طرف ثلاثه مع التايمر، والسلك الثاني على الثرموستات طرف واحد واللمبه. ادي ال 220 طرف على ثلاثه، والطرف الثاني اهو. طبعا هنقفل كل ده في الاخر. ثلاثه تايمر والطرف الثاني اهو. واحد ثرموستات واحد لمبه. ادي سلك اللمبه، ده سلك اللمبه الابيض، وسلك الثرموستات. طبعا الثرموستات راجع تاني معانا، موصل بالطرف التاني بتاع مفتاح اللمبه. هنيجي عند الموتور، طرفين بتوع الموتور، طرف مروحه وسيرمو فيوز ولمبه و220. ادي سلك الموتور، طرف ادي المروحه اهو، وادي سلك سيرمو فيوز، وكمان سلك اللمبه و220. الطرف التاني بتاع الموتور مروحه زائد رقم 4 تايمر. الطرف الثاني نوصله مع مروحه، طرف المروحه، ونازل معانا على رقم 4 تايمر. ادي المروحه اهو، وادي طرف الموتور، وادي 4 تايمر. كده خلصنا من 220، خلصنا من طرفين الموتور. هنيجي عند السخان هنوصله بالفيوز. طبعا الطرفين السخان موصلينه مع السلم فيوز، وطرف السخان الثاني هنوصله مع السيرمو ديسك وطرف واحد من التايمر.
ادي طرفين السخان، سخان المبخر وسخان الكويل او سخان الصرف، هنوصله مع واحد رقم واحد في التايمر مع طبعا السيرمو ديسك. اخر حاجه معانا طرف السيرمو ديسك تاني معانا، ادي طرف السيرمو ديسك معانا اللي هو الطرف التاني، هنوصله في اتنين على طرف اتنين في التايمر على طول. اهو كده الدايره وصلت معانا، هنقفل علشان نبدا نجرب. وادي برضو التوصيلات غير الرسمه اهي، وزي ما احنا وصلناها وهنبدا نازل وبعدين نجرب. كده بعد ما وصلنا الباب شغال، الباب شغال، نيجي عند التلاجة، مروحة واللمبة وزرار. طبعا بعد ما تعمل تلج هنشغل السخان، نقيس كل حاجة ونجربها في كل حاجة. ما تنساش تشترك في القناة وتدعمنا بلايك وقول لنا رأيك.